حنا كنمثلوا هنا عصبه سوس اللي نظمت هذا الدوري في ايت ملول، ملعب البلدي لايت ملول. وهذا الدوري كيدخل في اطار السياسه ديال عصبه سوس ديال البراعم. وهادو كيكون عندنا جوج تظاهرات، هي ديال الكاس والبطوله. ودابا راه هذه كاس ديال البراعم، وكاينه بطوله ديال الفتيان والكاس حتى هما. دونك كاينه 32 فرقه وكيلعبوا ثلاثه لي ماتش في النهار، وكتدير عباره عن نهار من الصباح حتى العشيه، وكيلعبوا كلهم بيناتهم باش نشوفوا المواهب اللي كاينه في هذه الفئات ديال سميتو ديال البراعم. ومن بعد غادي نديروا ديال الكتاكيت. كنديروا دابا بحال اليوم درنا لو 1 درنا ديال البراعم، لو 15 عندنا ديال الكتاكيت، ولو 22 عندنا الاطوار النهائيه ديال البراعم. الثمانيه هنا كاين عندنا 32 فرقه، غنهزوا منها 16، وهذوك 16 غادي يلعبوا ثاني نهار لو 15، ومن بعد منها غادي نهزوا 8، ومن بعد منها غادي نهزوا 4 باش يلعبوا الفينال وديمي فينال. هذاك نفس الشيء للبراعم. وهذا العام شفنا بانه كاين مستوى مزيان بالنسبه للفرقي، رغم ان بعض الفرقي اللي اعتذروا عن المجيء نظرا لبعض الحالات اللي ما عندهمش ترونسبور تنقل، ومن بعد الحالات هما اللي ما استطاعوش باش يجيو نظرا ل سميتو تغيبوا لنا، لانه كيقولوا بانه ما حضروش لانه الدراري تيتشافوا في العطله. وحنا عصبه سوس جرت العاده انها كتنظم بحال التظاهرات كل عام، وديما كتجمع حتى 460 مقابله، وكتجمع ما يزيد عن تقريبا 600 حتى 700 تلميذ اللي كيدخلوا في هذه الخانه هذه. والهدف ديالنا هو خلق منتخب العصبه ديال الكتاكيت والبراعم اللي غادي يلعبوا على الصعيد الجهوي، وعادي يلعبوا على الصعيد الوطني باش ياخذوا منهم منتخب وطني ديال 2002 2003.